أهلا بكم أعزائي المشاهدين في برنامج لقاء مباشر، معكم فاطمة برهان في حلقة اليوم، وضيفي اليوم سيكون الأستاذ مثنى عبد القادر. أهلا بك ضيفي، تفضل بالتعريف عن نفسك. مسؤول على الشؤون الدبلوماسية والعلاقات الدولية في الصحيفة. بجانب هذا أنا أراقب الأوضاع في الشرق الأفريقي وفي دول الجوار للسودان، تغطية كثيرة للحروب وللثورات العربية، ثورات الربيع العربي، وقمت بتغطية لمواقع الحروب في عدد المواقع الأفريقية، ومشارك في عدد من المنتديات وعدد من ورش العمل المتخصصة بخصوص الأوضاع غير مستقرة والأوضاع الأمنية، وبعض المشاركات أيضا في الورش الأمنية الخاصة للأوضاع الأخيرة. إذن ضيفي، مضى شهر منذ توقيع اتفاقية السلام في بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وحكومة تيغراي، والتي شملت إدخال المساعدات الإنسانية وإرجاع الخدمات الأساسية، ولكن الحكومة الإثيوبية لم تقم بإرسال المساعدات الإنسانية بشكل كافي ولم تقم بإعادة فتح الخدمات الأساسية. ما رأيك في هذا الموضوع؟ في الحقيقة دعني أبدأ أيضا من الموضوع في الخاص بموضوع الاتفاقية. بجد أن كمراقب أن نحن نعتقد أن اتفاقية بريتوريا هي كانت اتفاقية جيدة وحاولت أن تحتوي كل القضايا، لكن كانت ينتقصها شيء واضح اللي هو الموضوع المصفوفة أو المصفوفة التنفيذ. صحيح ان الاطراف بعد ذلك جلست ايضا في نيروبي لاعداد هذه المصفوفه، لكن حتى الان لا نجد على ارض الواقع ما هو تنفيذات التعهدات التي وقعت عليها الحكومه الاثيوبيه. في رايي الخاص ان عدم المواصله في تنفيذ هذه الاتفاقيه سوف يؤدي في النهايه الى عوده الاوضاع الى ما كانت عليه في الربع الاول، وهو ان يخسر الطرفان الاتفاقيه من جديد، ويخسر الطرفان الهدنه التي تم التوقيع عليها من قبل جبهه تيغراي ومن قبل الحكومه الاثيوبيه. المجتمع الدولي بدوره حتى الان يبدو انه لا يستطيع الضغط على الطرفين اكثر من ذلك. كل الذي تمكن الوصول اليه هو حصول وايقاف الحرب، لكن عمليا شعب تيغراي حاليا لم يلتمس هذه الاتفاقيه على ارض الواقع ولم يراها هي العين. كل الذي سمعه ان هنالك اتفاقيه وقعت في بريتوريا، لكن ماذا بعد هذه الاتفاقيه التي وقعت في بريتوريا؟ هل سوف يتم مد المواطنين بالغذاء الكافي وبالمساعدات الكافيه؟ هل سوف يتم اعاده الخدمات كما كانت عليه قبل فتره الحرب؟ هذه كل الاسئله التي انا متاكد انها تدور حاليا في لدى كل الشعب ولكل المواطنين الشعب التجري. ما اريد التعليق عليه في هذه الجزئيه ان يجب على المجتمع الدولي الضغط على الحكومه الاثيوبيه لتنفيذ التعهدات الخاصه الانسانيه، لان التعهدات الانسانيه هي جزء اساسي لا تجزا، ليست لها علاقه باي عمليه عسكريه، ليس لها علاقه باي هدنه بجهات قاتله، ولان الجهات التي تنفذ هذه هي الوكالات الامم المتحده والوكالات الانسانيه. فعلينا التركيز بشكل اساسي في هذا الموضوع، والتركيز بشكل اساسي على ان الاوضاع الانسانيه في تيغراي لن تستطيع ان تضيع اكثر من هذا الحيز، ولن يستطيع شعب تيغراي ايضا الصمود اكثر من ذلك، لانه حتى حاليا مضى شهر على هذه الاتفاقيه ولم ترى على ارض الواقع. شعب تيغراي لدينا الملايين من المواطنين يحتاجون المساعدات، الملايين من المواطنين يحتاجون الخدمات، وكلهم كانوا يعانون في الفتره الماضيه من خدمات هي حق كانت بالنسبه لهم، حرمتها لهم الحكومه الاثيوبيه وحرمتها لهم ايضا المجتمع الدولي الذي ظل صامتا طوال الشهور واكثر من عام منتظر التحركات الاقليميه. لكن التحركات الاقليميه للاسف الشديد ايضا لا زالت ضعيفه، يعني حتى الاتحاد الافريقي الزياره التي قام بها رئيس الوساطه الاتحاد الافريقي ابو سانجو الى بكالي راى الاوضاع على ارض الواقع وراى كيف يعاني
شعب تيجراي من هذه الحرب، لكن كان عليه، انا كنت كثير من المراقبين كانوا يتوقعوا ان بوصول اوبوسانجو، وصول الوقت الذي وصل معه من جنوب افريقيا، على الاقل ان كان تكون بشريات السلام ان تحل على شعب تيجراي، وان تصل معه المساعدات الانسانيه، وان تصل معه الخدمات التي كان يتوقعها شعب تيجراي، لكن في الحقيقه لم تصل اي شيء من هذه. ظل الحديث يدور ايضا على الترتيبات الامنيه، رغم ان حاليا جبهه تيجراي قامت بالانسحاب من بعض المناطق التي تسيطر عليها، وذلك تنفيذا للاتفاقيه من جانبها، لكن ماذا عن الجانب الاخر؟ ماذا عن الجانب الحكومي؟ لماذا لا احد يضغط على الجانب الحكومي، في حين انه هو الجانب الحكومي هو الجانب الاقوى، وجبهه تيجراي هي الجانب الاضعف، لانها هي اللي تحمي شعب تيجراي. فبالتالي على المجتمع الدولي ايضا وضع هذه الموازين في وعدم الكيل بمكيالين في هذه الجزئيه، لكن للاسف الشديد ان الحكومه الاثيوبيه تضغط عليهم، ولذلك يستمرون في الصمت، لكن هذا الصمت انا متاكد انه سوف يقود الى اندلاع المعارك مره اخرى، اندلاع انهيار السلام مره اخرى، مثل ما حدث قبل انهيار الهدنه. هذا جانب. الجانب الأخطر من هذا أن الوضع الإنساني حاليا كيف سوف يستمر حتى إذا المساعدات الإنسانية وصلت، كيف الأوضاع سوف تستمر إذا كانت القوات الأريترية لا تزال موجودة داخل إقليم تيجراي، لا تزال هي تسيطر على الأراضي في غرب تيجراي، لا تزال المجتمع الدولي حتى لم قام ب مطالبات خجولة جدا بإخراج وطرد القوات الأريترية من إقليم تيجراي، لكن هذا على أرض الواقع لم يتحقق، وهذا ظل استفهام كبير وخلق علامة استفهام كبير في هذه الاتفاقية بالمناسبة، لأنه لماذا لم تتضمن اسم القوات الأريترية التي كانت مساندة والمشاركة أيضا في أعمال الإدارة الجماعية شعب تيجراي. هنا يتطلب من المجتمع الدولي ويتطلب من جبهة تيجراي أن تضع هذه الجزئية على حتى يتمكنون من المضي في اتفاقية إلى الأمام، لكن بخلاف ذلك من هذه الأوضاع توقعي أنا حتى الآن هذه الاتفاقية بالرغم أنها هي أحسن اتفاق وقع بين الأطراف، الحفاظ عليها هو بعدم الصمت وهو بعدم الحديث، ويجب على المجتمع الدولي الضغط والمجتمع الإقليمي الضغط عليهم على الحكومة حتى يتسنى دخول المساعدات الإنسانية. صرحت عدة وكالات حكومية مثل الخطوط الجوية ومكتب الاتصالات أنهم في استعداد وجاهزية لبدء العمل في تيغراي، ولكنهم في انتظار الأوامر من السلطات الإثيوبية. ما رأيك؟ في الحقيقة أنا أستغرب من هذه التصريحات، لأنها هي تصريحات أثرت إلى عملية تخدير إنه في النهاية سوف يستمر لفترة معينة ولكن لن يستمر إلى الأبد. فماذا تحدد الجدول الزمني؟ لماذا سوف دائما تتحدث عنها قريبا قريبا قريبا، وهي مفتوحة هذه الفترات التي تتحدث عنها الخطوط الجوية والفترات التي تتحدث عنها كافة الاتصالات. أنا في اعتقادي الشخصي أن الحكومة هي تواصل في المماطلة وتواصل في استبداد جبهة تيجراي، وتريدها تقديم تنازلات أكثر من تم تنفيذها خلال الاتفاقية. الاتفاقية أنا أفتكرها كانت جيدة جدا وكانت مناسبة لشعب تيجراي، وهي على الأقل حققت الأمن والاستقرار لشعب تيجراي، لكن الجانب الحكومي يطمح في المزيد، وأكثر من ذلك هذا يعني أن هم يريدون السيطرة على شعب تيجراي. في الحقيقة أن الإبادة الجماعية التي رأيناها طوال الأشهر الماضية في شعب تيجراي لا تبرهن أن الحكومة في الحقيقة تريد أن تستمر في عملية السلام، لأن عملية السلام أيضا تتضمن تقديم تنازلات من أجل السلام، الجميع يتنازل، من أجل الشعوب يجب علينا التنازل، لكن الحكومة الأثيوبية حاليا بعد مرور شهر يعني يمكنها أن تنفذ هذه كل التعهدات كان منذ الأسبوع الأول، لأن التعهدات الإنسانية كما قلت سبق وقلت ليس لها فيها
من المشكله اللي سوف يتم تنفيذها عبر المجتمع الدولي وعبر الوكالات الانسانيه المتخصصه. اما بالنسبه للموضوع الاتصالات، فان الاتصالات هي اسرع ما يكون، خاصه نحن في الان في ثوره تكنولوجيه عاليه لا تحتاج كل هذه المماطله. كذلك الرحلات الجويه السعوديه تتصل في جميع كل مدن العالم، ولا تستطيع ان تصل الى منطقه تيجراي التي لا تبعدها اكثر من 400 كيلو متر. فلذلك هذه الجزئيات وهذه المماطله كما اشرت اليك انها في النهايه تقودنا جميعا الى ان الحكومه تريد افشال الاتفاقيه، والحكومه للاسف الشديد تريد تنفيذ الاتفاقيه من جانب تنفيذها من جانب جبهه تيجراي فقط، لكن لا من جانبها لا تريد تنفيذ ذلك، وربما ذلك يرجع لأن حلفها مع دوله اريتريا لا يزال يستهدف شعب تيجراي بشكل خاص، وربما لديهم اجنده اخرى يريدون تنفيذها ضد شعب تيجراي، لكن لان الاباده الجماعيه التي حدثت ضد شعب تيجراي خلال الفتره الماضيه ليست كانت شيء سهل. يكفي ان المجتمع الدولي المتحده كشفت ان اكثر من 500 الف مواطن قتل خلال الفتره الحرب. لماذا؟ وهي واستغربت جدا عندما وجدت ان تحميل المسؤوليه من قبل اوبسانجو لان جبهه تيجراي هي السبب. بين ان الجميع اللي يعرف ان الحكومه الاثيوبيه هي التي قامت بالاعتداء على جبهه تيجراي في بدايه الحرب، وهي التي قامت باستفزاز من خلال المقاييس الشماليه. جميع يعلم ذلك، والعالم كله يعلم انه ليس هنالك شيء يجب التفاهم حول هذا الموضوع. بالتالي ان الحكومه الاثيوبيه هي التي قامت بالاعتداء، ورأينا كيف ان اريتريا قامت بتدخل عسكري شامل في اراضي تيجراي والاستيلاء على بعض المناطق فيها، ومحاوله وحتى ان كان سقوط مغلي في بعد الحرب. كان يواجه الشعب المغلي نفسه ويعرف كيف تعاملت معه الحكومه الاثيوبيه وكيف تعاملت معه القوات الاريتريه، حتى تمكنت في النهايه جبهه تيجراي من اخراجهم من المدينه وتكريسهم خسائر فادحه. لكن يبدو ان هذه الكره سوف تعود مره اخرى، ان في النهايه جبهه تيجراي لن تستطيع سوف تواصل حمايه مواطنيها وتواصل في حمايه الاقليم، لكن يتطلب الامر ايضا ان المجتمع الدولي هو الذي يضغط في نهايه الامر على الحكومه الاثيوبيه. في اعتقادي الشخصي ان الاتصالات سوف يتم تمريرها خلال الفتره القادمه على اقليم تيجراي، لكنها ربما سوف تكون ضعيفه جدا للغايه او بخدمات رديئه جدا او تقديم حتى تتسنى كسب المزيد من الوقت لتقديم المزيد من التنفيذ الاتفاقيه. اتوقع ان الاتفاقيه من التي تم توقيعها في بريتوريا وتم توقيعها المصروف عليها في نيروبي ان يتم تنفيذ كل جوانبها من جبهه تيجراي، لكن الحكومه الاثيوبيه لا اتوقع انها تقوم بتنفيذ الاتفاقيه، لان مواقفها السابقه، اعمال الاباده الجماعيه، كل هذه الاشياء التي نفذت خلال حتى عمليات النهب المسلحه التي تمت ضد المدن وضد المدنيين العزل من قبل الميليشيات الحكوميه، كلها لا تشير بان الحكومه سوف تقوم بتنفيذ الاتفاقيه. لانه حتى ابسط حقوق الانسان التي توفرت في القانون الانساني الدولي لم يتم مراعاتها خلال الحرب التي تسميتها الحكومه بعد ان خرجت قبل 14 شهور. بالتالي فإن الحكومة عليها تنفيذ هذه الاتفاقية، وإلا اعتبار أن الاتفاقية توقفت. فإذا لم تنفذ هذه الاتفاقية بالتالي فإن المجتمع الدولي بدوره سوف يقوم بالضغط مرة أخرى. كما رأينا أن هنالك قمة أفريقية في الولايات المتحدة في كيس تتوقف الشهر في خلال هذا الشهر الثاني من شهر ديسمبر. لم تتم دعوة أبي أحمد خلال هذه القمة، وتم دعوة رئيس جمهورية أثيوبيا، وربما هذه إشارة واضحة من قبل الإدارة الأمريكية بأنها
تريد من أبي أحمد التركيز في موضوع تنفيذ الاتفاقية، وهذه هي واحدة من الرسائل التي يجب على الحكومة السعودية فهمها، لأنه بعد كده سوف تدخل الإدارة الأمريكية وسوف تدخل كل المجتمع الدولي في مرحلة عقوبات، وربما نتوقع أن العقوبات سوف تكون قادمة على الحكومة السعودية حال عدم تنفيذ الاتفاقية، بوصفي باعتبار مراقب للأوضاع وتنفيذ الاتفاقيات التي تمت في أفريقيا وفي بعض الدول في وسط وشرق وغرب أفريقيا. في النهاية كان أبي أحمد لن يكون مصير مختلف من جميع الرؤساء وجميع المسؤولين الذين تم الفرض عليهم عقوبات من قبل الإدارة الأمريكية، بالتالي فإن الطريق أمامه مغلق تقريبا، عليه تنفيذ الاتفاقية أو إنه سوف يكون محاصر بالعقوبات، وإذا تم محاصرته بالعقوبات سوف يكون سيعيد أثيوبيا لوضع مثل أريتريا. أريتريا دولة مثقلة بالعقوبات، لا تمتلك تنمية، لا تمتلك جامعات، لا تمتلك انفتاح على العالم، في حين أن أثيوبيا قبل فترة الحرب كانت تمتلك من التنمية وكانت تمتلك من الإمكانيات، ويمكنها أن تضيء للأمام وتكون مرارة لدول شرق أفريقيا، لكن بعد الحرب خسرت الكثير من الحكومة السعودية، لذلك فإن الحديث من المراقبون في الإقليم يعولون على أن تقوم الأطراف الأثيوبية بتنفيذ التعهدات، بتنفيذ الاتفاقية، والأهم من ذلك تنفيذ الشق الإنساني وتنفيذ الشق الجانبي للحكومة، مضي قدم في تنفيذ الاتفاقية، ويتم المضي قدما في تنفيذ عملية السلام. وفقا للاتفاقية يجب أن تنسحب القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة للأقاليم المجاورة من أراضي تيغراي تزامنا مع انسحاب قوات تيغراي من جبهات القتال. وبالفعل قوات تيغراي بدأت بالانسحاب من جبهات القتال كليا، في حين أن القوات الأريترية المدعوة بالأجنبية وميليشيات الأمحرة يرتكبون الجرائم البشعة في حق شعب تيغراي إلى الآن. برأيك أين تكمن المشكلة هنا؟ إريتريا تريد جزء من تيغراي، وأمحرة تريد جزء من غرب تيغراي، بالتالي نحن الآن أمام مشكلة حقيقية، وهذه القوات لن تنسحب بشكل واضح، رغم الضغوط الدولية كانت عليهم وخاصة الأمريكية خلال الفترة الماضية، لكن الموضوع أمامهم أن هذا الانسحاب يعني احتراف منهم من بعد الأراضي تبع تيغراي. الحقيقة الماسدة أمامنا أن هذه الأراضي هي أراضي تيغراي، وكانت من البداية تم الدخول عليها والتوغل عليها بعد الحرب في 2020، لكن الآن بشكل الحالي الذي نراه حالياً القوات الإريترية وجبهة ميليشيات بانو لن تنسحب من هذه الأراضي، وهذه عقبة أساسية أمام تنفيذ الاتفاقية. ربما أبي أحمد لا يستطيع القيام بذلك بمفرده، لكن أنا أعتقد أن أبي أحمد إذا لم يستطيع القيام بذلك فهذا يعني هو وصول اتفاقية السلام أو الهدنة التي تم التوقيع عليها إلى طريق مغلق. وصول ذلك إلى طريق مغلق هذا يعني أيضا بالتالي الاتفاقية لن ترى النور، وستكون مجرد هدنة لن تستطيع المضي قدما للمستقبل والحفاظ على السلام والاستقرار لشعب تيغراي. ما يهمنا في هذه الجزئية هو الاستقرار والسلام لشعب تيغراي، لأن هذا هو السبب الأساسي الذي قامت عليه أساس الحرب. وهذا السبب الأساسي الذي جعل شعب تيغراي يحمل السلاح ضد الحكومة للحفاظ على حياته، للدفاع عنه. بالتالي أن ما تقوم به الحكومة وما يقوم به الميليشيات المستأجرة للقيام بالسيطرة على هذه الأراضي وبالسيطرة على هذه الأراضي هي محاولة من فرض النفوذ، يسعى من خلاله للسيطرة على هذه الأراضي والمضي قدما لاستغلالها لجانبهم وضمها لإقليم أمهرة أو ضمها لدول أريتريا في المستقبل. لكن بالتأكيد أن جبهة تيغراي لم تسمح بذلك ولم تسمح بالإعلان، حتى الآن لا تزال تطلق عليها اسم غرب تيغراي، وهي الأراضي التي يوجد فيها ميليشيات الأمهرة، وهي القوات التي توجد فيها قوات
القوات الأريترية. الأعجب من ذلك أن القوات الأريترية حتى الآن موجودة، لا تزال موجودة في مدينة حمرة، هي موجودة في غرب تيجراي، والمجتمع الدولي رغم مضي شهر من توقيع الاتفاقية لكن حتى الآن لم يتمكن من إخراج القوات الأريترية من غرب تيجراي. هذا يعول أيضا على أنه الدور الضعيف من قبل الاتحاد الأفريقي تجاه هذه القضية. أنا أعجب أنه لماذا بوسانجو يتغاضى عن موضوع غرب تيجراي مع أنها جزء أساسي، وهي القوات الأريترية موجودة داخلها وميليشيات كانوا موجودة داخلها، وأن انسحابها من هذه الأراضي يعني أيضا بدوره تنفيذ في عملية السلام وتنفيذ لعملية الاستقرار وتنفيذ ل عمليات، وهو نجاح بالنسبة لي باعتباره رئيس سابق لدولة نيجيريا. لكن بالعودة إلى أن أوسانجو نفسه كان يساند أبي أحمد أو كان يساند أفورجي، فإن عليه من التمييز على الأقل أن الاستقرار الذي يجب أن ينعم به الشعب الأثيوبي ككل هو في تنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ الاتفاقية يعني بالتالي تنفيذ سحب هذه الميليشيات وسحب القوات الأجنبية. في رأيي الشخصي أن على أوسانجو خلال الفترة القادمة الضغط على الرئيس الأمريكي السياسة الفوضية بالخروج من غرب تيجراي، والضغط على ميليشيات الأنقرة بالخروج أيضا من غرب تيجراي، والضغط أيضا حتى على ميليشيات أنقرة بالخروج من غرب تيجراي من شرق تيجراي، وكل ذلك يسهم بشكل مباشر في عودة الأوضاع الاستقرار للمواطنين اولا، وعوده تسهيل المساعدات الانسانيه حتى للذين تضرروا خلال فتره الحرب الماضيه من في الاقاليم الاخرى، ويسهم ويقود المواطنين في جميع اثيوبيا الى السلام الذي نتمناه باعتبارنا كمراقبين. لكن حال عدم تنفيذ كل تلك التعهدات سوف يقودنا في النهايه الى طريق مغلق، واخشى ان المجتمع الدولي في المره القادمه لن يتدخل او يفعل شيء تجاه هذه القضيه، لانه حاليا رغم مرور شهر من دعوات لكل الاطراف خاصه القوات الاجنبيه والميليشيات الخارجه من منطقه تيجراي لم تقم بتنفيذ ذلك، ولم نسمع حتى عن جدول زمني لتنفيذ خروج ميليشيات بانو او القوات الاريتريه من غرب تيجراي. المشكله الاساسيه التي هو غرب تيجراي ما في اعتقادي الشخصي، لانه اريتريا لديها اطماع، ميليشيات الانقره لديها اطماع، جميعهم لديهم اطماع في هذه المنطقه، وحال عدم الانسحاب من هذه المنطقه سوف يقود الاتفاقيه الى طريق مغلق، لان بالتاكيد ان جبهه تيجراي لن تسكت تجاه هذه القضيه ولن تسمح ايضا بالاستيلاء على اراضيها بهذه السهوله. الذي يجب ان يحصل خلال الفتره القادمه هو ان تقوم الاتحاد الافريقي بالضغط على الرئيس الاريتري للانسحاب، الضغط ايضا على ميليشيات الانقره للانسحاب حتى يتسنى تنفيذ تعهدات السلام، ويتم ويشعر الشعب التيجري على الأقل بوجود سلام حقيقي ويقدر يعيش في وئام واستقرار يمكنه من المضي في خلال الفترة القادمة، ذلك ما نتوقعه. لكن من جهة أخرى أخشى أن عدم تنفيذ هذه التعهدات من قبل أريتريا وقبل الميليشيات بانو سوف تقود كل الأطراف في النهاية إلى طريق مغلق، وسيؤدي إلى انهيار هذه الهدنة وهذا السلام. ورغم أن جبهة تيجراي لا تزال تتمسك بالاتفاقية وتنفيذ جميع التعهدات من جانبها، وقامت حتى بالانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها، يعني هذا قامت بالتنفيذ، بالتالي فإن الجزء المقابل من قبل الحكومة الأثيوبية أو من قبل الاتحاد الافريقي باعتباره راعي للاتفاقيه ان يتاكد ايضا من تنفيذ سحب القوات الاريتريه وسحب ميليشيات بانو من غرب تيجراي. نعم. كل الاطراف كالاتحاد الافريقي والامم المتحده والاتحاد الاوروبي شاركوا بدورهم في الاتفاقيه، ولكن رغم ذلك لم تجري مجريات الاتفاقيه بالسرعه الكافيه. برايك هل هناك اجراءات اخرى يمكن ان تقوم بها المنظمات الامميه من اجل ايقاف معاناه شعب تيجراي؟ ترجمة
في الحقيقة ردي على هذا السؤال أن يجب على المجتمع الدولي أيضا الوقوف بشكل صرامة تجاه تنفيذ هذه الاتفاقية. مصالح الجميع الآن هي في أثيوبيا باعتبارها هي حاضنة للاتحاد الأفريقي، وأي مشكلة في أثيوبيا ستؤثر تلقائيا على الاتحاد الأفريقي ككل. لذلك أتوقع أن الفترة القادمة إذا لم يقوم الاتحاد الأفريقي بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل أن يتم نقل القضية المتحدة لتنفيذها أو الوقوف عليها، لأنه عملية وقف إطلاق النار ومراقبة المراقبة تنفيذ الاتفاق إذا لم يتمكن الاتحاد الأفريقي من القيام بدوره في هذا الاتجاه، فإن على شعب تيغراي المطالبة المجتمع الدولي والمطالبة المتحدة بالتدخل في هذا لتنفيذ عملية السلام، وهو شيء ليس مرحب به، لكن بالضرورة أحكام خاصة أن شعب تيغراي الآن يعاني، والاتحاد الأفريقي صامت كل الصمت تجاه تنفيذ هذه الاتفاقية. وكما نعلم أن حتى الاتحاد الأفريقي حتى الآن لم يقم بتنفيذ جانبه من قبل هذه الاتفاقية، سواء كان بدعوة أطراف ميليشيات الأرض ميليشيا جوانو بالانسحاب، أو حتى ميليشيا أو القوات الإريترية بالانسحاب من غير تيغراي. بالتالي فإن الوضع سوف يستمر على ما هو عليه، وهو ما يتطلب أيضا من شعب تيغراي المطالبة بتنفيذ السلام من جانبهم، وحث الاتحاد الأفريقي بتنفيذ هذه التعهدات على أرض الواقع بسحب هذه القوات من غرب تيغراي وبسحبها من جميع أراضي تيغراي. إن وجود القوات الأثيوبية هذا شيء طبيعي، لكن الغير طبيعي هو وجود القوات الإريترية ووجود ميليشيات بانو في غرب تيغراي. هذا الشيء الغير طبيعي. بالتالي فإن لتنفيذ السلام ولتنفيذ والحفاظ على الاستقرار يجب على الحكومة الأثيوبية تنفيذ التعهدات، ويجب عليها الضغط على ميليشيات بانو والضغط على القوات الإريترية لتنفيذ ذلك. ومن جانب شعب تيغراي فإن عليه حال عدم تنفيذ هذه التعهدات من قبل الاتحاد الأفريقي من قبل الاتحاد الأفريقي أو من قبل الحكومة الأثيوبية مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ ذلك. لقد رأينا خلال الأيام الماضية أن الأمين العام للأمم المتحدة قد وصل إلى أديس أبابا والتقى مع أبي أحمد وناقش معه هذه القضية. رغم أن هناك لم تجري تسريبات حول اللقاء، لكن كان بشكل واضح أن قضية شعب تيغراي كانت جزء أساسي النقاش. وفي اعتقادي الشخصي إذا فشلت جميع الأطراف في تنفيذ هذه الاتفاقية فإن القضية سوف تتحول إلى الأمم المتحدة، وهذا هو الحل الأخير لعلاج هذه المشكلة، خاصة أن القوات الإريترية من الواضح أنها لم تستجيب للمجتمع الدولي ولن تستجيب للاتحاد الأفريقي ولن تستجيب لكل الأطراف للخروج من الغرب تيغراي. وهذا يضعنا ايضا الى ان ذلك سوف يقود الى انهيار السلام، عدم تنفيذ الاتفاقيه، عدم تنفيذ الاستقرار الذي يسعى اليه جبهه تيغراي، والاستقرار الذي الامان الذي تنشد اليه جبهه تيغراي لتحقيقه لشعب تيغراي ولتحقيقه ايضا لمنطقه القرن الافريقي. هذا التأثير سوف ينعكس سلبا بالتأكيد على حتى الدول الجوار بما فيهم السودان الذي الآن يضم عدد كبير ضخم جدا من الشعب الدولي الذي لجأ مستوى الحرب، وسوف ينعكس أيضا حتى على الدول الأخرى مثل جيبوتي، وينعكس أيضا حتى على الدول الكثيرة. بالتالي يتطلب من يجب على الأمم المتحدة ويجب على الوكالات الأممية تنفيذ هذه التعهدات والتأكيد على أن هذه التعهدات قد نفذت على الأقل على أرض الواقع، وأن الشعب التيغراي يحتاج إلى المساعدة، يحتاج إلى السلام، يحتاج إلى الاستقرار. والشعب التيغراي عندما حمل السلاح حمله لأجل الحفاظ على حياته والحفاظ على مقدراته وعلى ممتلكاته وعلى إقليمه وعلى وحدة أراضيه، لكن عدم تنفيذ ذلك سوف يقودنا إلى انهيار عملية السلام وانهيار الهدنة التي تم التوقيع عليها في فيكتوريا وكينيا. بالتالي فإن حتى على الرئيس الكيني وعلى الرئيس الافريقي الضغط على أبي أحمد والضغط على
الجيش الأريتري لتنفيذ هذه التعقيبات وخروج قوات بانو اللي هو هي تتبع لرئيس الوزراء أبي أحمد والضغط على الرئيس الأريتري لسحب قواته من غرب تيغراي حتى يستطيع أن ينهي الجميع بالسلام. هناك العديد من التصريحات من قبل السينوترات وأعضاء من الكونغرس عن تأكيدهم عن ارتكاب جرائم الوحشية وأعمال التطهير العرقي في حق شعب تيغراي. هل تظن أن كل الذين ارتكبوا جرائم الوحشية في تيغراي يجب أن يمثلوا للعدالة؟ العدالة هي شامل وردي على ذلك أن حتى أذكر جدا تصريح أحد السيناتورات عندما تحدث أن البيت الأبيض يغض الطرف عن موضوع الإبادة الجماعية التي حدثت في عندما تكرر ذلك يعني بشكل مباشر أن البيت الأبيض نفسه يراعي الوضع في تيغراي بشكل كافي، لم يرى ذلك بشكل كافي و لأن العالم ربما جميعه الآن مشغول بما يحدث في أوكرانيا وليس لا يثير انتباه بشكل كافي للأوضاع الموجودة في تيغراي. بالتالي الأوضاع الذي الأمر الذي يتطلب من السيناتورات خلال الفترة القادمة هو الضغط وإصدار قانون واضح بشأن الإبادة الجماعية التي وقعت في تيغراي، خاصة أن جميع الأطراف اعترفت بوجود هذه الإبادة، خاصة روشانجو خلال الفترة الماضية، الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، جميعهم أكدوا على وجود إبادة جماعية في تيغراي، وهذه الإبادة الجماعية يجب أن تتحقق لها العدالة حتى على الأقل أن تفتح هذه الأرواح التي زهقت دون سبب يذكر بسبب، إلا أن هنالك أطماع من قبل أريتريا وأطماع من قبل ميليشيات التي تسعى إلى السيطرة على أراضي تيغراي واستقلالها واحتلالها. ما يتطلب الآن خلال الفترة القادمة من السيناتورات هو تنفيذ مشروع قانون بشأن الجرائم التي ارتكبت في تيغراي، خاصة في تيغراي الذي تمت فيه عمليات إبادة جماعية بشعة ضد المواطنين الذين يقومون بتلك الأعمال. ورأينا بشكل واضح أن كيف أن إقليم أنقرة يقومون بنقل مواطنيهم من إقليم أنقرة إلى مناطق الحمرة في محاولة لاستبدال العنصر والتأكيد على أن هذه الأراضي تتبع إليهم. بالتالي هذا يشير بشكل واضح إلى أنهم محاولتهم للسيطرة على هذه الأراضي، في حين أنه قبل الحرب في اثيوبيا مواطني انقره لم يكونوا هنالك موجودين في حمره ولم يتم، لكن الان يجري عمليه استبدال لشعب تيغراي بشعب انقره، وهذا يعني تغيير ديموغرافي ايضا للمنطقه، وهذا يعني ايضا سيطره او احتلال لهذه الاراضي، وهذا لم يكن يحدث لولا الحرب التي شنت على شعب تيغراي. يعني هم استغلوا هذه الفرصة واستغلوا أن شعب تيغراي تعرض للهجوم من قبل إريتريا ومن قبل الميليشيات الحكومية ومن قبل الجيش الحكومي نفسه، وتمت إضعاف شعب تيغراي خلال فترة الحرب الأولى، لكن في النهاية أن هذه الأراضي هي غرب تيغراي، هي تابعة تبع إقليم تيغراي وتبع الشعب الأوروبي من الشعب حق شعب تيغراي وليس لأي أيًا كان من كان أن السيطرة عليها أو احتلالها، خاصة أن العالم كله يعلم أن هذه الأراضي هي ملك الشعب الديني. إذن شكرا لك ضيفي على هذا اللقاء. كلمتي اللي هي أوجهها للمجتمع الدولي، لأن المجتمع الدولي حاليًا هو غايب بشكل كامل عن عملية تنفيذ اتفاقية السلام التي وقعت في بريتوريا والمصوبة التي وقعت في نيروبي. أنه مع مرور الوقت و أن كسب عملية كسب الزمن هو في الحقيقة هو خسارة كبيرة جدا لشعب تيغراي، لأن شعب تيغراي أصلا كان يعاني من حصار طيلة الشهور الماضية، وهذا يعني الصمت تجاه هذا أيضا ينضم إلى قائمة الانتهاكات التي وقعت في الشعب التيغراي، لأن الصمت في هذه القضية يعني كل يوم نحن
هنالك أطفال يموتوا، هنالك نساء يعانين، هنالك مرضى يحتاجون إلى المساعدات الطبية. والصمت في هذا في هذا في هذا الاتجاه هذا يعني تطلب هذه المواطنون أيضا مثلها مثل الإبادة الجماعية التي تمت خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة. فإذا كان المجتمع الدولي هو محايد، وإذا كان المجتمع الدولي حقيقي يريد السلام في القرن الأفريقي، فعليه أيضا عدم الصمت والتحرك والضغط على الحكومة الأثيوبية لتنفيذ التعهدات الإنسانية، وتنفيذ خاصة عملية الدعم الطبي لمواطني شعب التيغراي الذين أصيبوا خلال الفترات الماضية. لأن الجميع رأى أنه كيف الانتهاكات التي ارتكبت خاصة قبل الغارات الجوية، وكيف الأطفال والنساء أصيبوا، وجميعهم يحتاجون الآن للعلاج، ويحتاجون الآن للرعاية الصحية، وجميعهم كانوا مواطنين ولم يكونوا حتى مسلحين، أو حتى كلهم كانوا مدنيين، وكان الخاصة من القصف الأخير كلهم كانوا ضد المدنيين، كلهم كانوا ضد المدنيين، ولم يتم استثناء أحد كبار سن أو أطفال أو. ويكفي تماما الحادثة الشنيعة التي وقعت في روضة الأطفال في التي في مجالي في الأسبوع الأول من انتهاك الهدنة التي قامت بطائرات النظام الأثيوبي. بالتالي فإن المجتمع الدولي التحرك تجاه هذه الأزمة، والتحرك لوقف هذه وقف هذه هذا الصمت المطلق الذي لن يقود الناس في النهاية إلى انهيار عملية السلام. وانهيار عملية السلام هذا يعني عدم استقرار لشعب تيغراي، عدم الاستقرار أيضا لأثيوبيا، وعدم الاستقرار حتى للقرن الأفريقي، لأنه الكل سوف يتضرر من ذلك. لن يستفيد أحد شيء، وإنما سوف تتم عملية فصل جديدة، وسوف تتحرك الحكومة حال محاولة أي محاولات لأنه في النهاية شعب تيغراي لن ينتظر إلى الأبد تنفيذ الاتفاقية فقط من جانبه، وانتظار الحكومة حتى تنفذ هي التعهدات، وحين أنها هي لا تريد تنفيذ هذه التعهدات. يجب على المجتمع الدولي الوقوف بذلك بصرامة، ويجب أيضا على المتحدة ومجلس السلام الدولي تنفيذ أو إصدار قوانين لتنفيذ عملية السلام الحكومة الأثيوبية للقيام بذلك. والا سين الحكومه السعوديه سوف في النهايه سوف تواجه العزله الدوليه، سوف تواجه العزله من قبل اصدقاء وشركاء من جنوب افريقيا او كينيا او الى اخره. شكرا جزيلا لكم، وتحياتي الى شعب تيغراي والى جبهه تيغراي، واتمنى السلام والاستقرار لشعب تيغراي ولاثيوبيا ككل، واتمنى ان تنفذ التعاقدات وتحقيق السلام التي وقعت. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة، ودمتم سالمين.